كده بس ما فيش مشاكل في مش عارف زي المشاكل فما مشاكل فما عباد رغبت رجال كبار اخذوا كل ورا اخذوا لبرا رجال كبار نساء كبار تعبوا ياسر في ميناء وفي عرفات انت كنت اول حاجه بطل الطياره شنو شعورك وانت هابط هو الارض السوداء والله توحشت الكسكسي والمقرونه توحشت الكسكسي والمقرونه كلك هذا هو الاحساس ما عندك احساس اخر وصيت الدار باش يقول لك حاجه اه وسيد محضر ومقارونة بالسالسة شوي مساء كم شوي أما الإنسان مدى الحاجة يزيد كم شوي في عرفة الشارع برا فهمتني ولا لا؟ بيت بالشارع وبيت على بعضها والماكله مش بيعطوا فيها معناتها معامله وحشه جدا 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 وكان الحيوانات يعاملوا فيها انا صدقني والله البنوات قطعت بتاع ما حبيتش نمشي له على خاطر المعامله كانت معامله سيئه جدا 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 عايش بارك الله فيك مجموعة مع بعضها وهبوط من الطائرة الحمد لله 12 متر في عرفات وفي ميناء وفي المدينة الناس كبار وممكن يضيعوا ياسر وإن الحجيج التوانسة اللي هم يلوجوا عليهم ويعطوهم في العلامات كان التوانسة الناس كل صغار هذوما راهم ناس كبار معناها من المستحسن الدولة وشؤون الدولية تاخذ بعد 65 ما عادش نجم نشوفوش. وربي هو اللي قادر علينا وما نندموش ما نندم كان ان شاء قصر في يعني في منسك او ما صلاش وما شاش يعني المقدسات بس يصبح كان اكل انسان هذاك
عرفتش تو نخبيها. المبيت في الميناء. ايوا. ودار زاد عطوني بطاقة الشهادات عمرتها بحقيقة، يعني المبيت بالنسبة للمدينة مبيت في المدينة باهي. بالنسبة كما بالفندق في مكة باهي. إنما بالنسبة في الميناء في عرفات. في المخيم يعني خاطر هكا وصلنا. في المخيم شيء كبير ياسر. المرشدين كان معاك البهين ولا لا؟ خاطر فما ناس تشكيت من المرشدين. قليل وجود مرشد وقليل وجود مسؤول تم حد شيء اللي ما يعرفش عرف يعرف يحج على عرفة ولا فيش اللي فما ما انت يقول بعض الحجاج ما يفرقوش بين ميناء وعرفة مزدلفة هذه عاد مكة وجود خاصة احنا حاجين ما ناس كبار ما يعرفوا ما فهمناش الارشاد تماما تماما ما فهمناش الارشاد شنو تنصح في المرة القادمة؟ هتكون تكون شركات متعددة من شركة واحدة باش يصير هكا الكونكورونس بين الشركات ويقدموا افضل خدمات وبرشا من سير رجال كبار يعني يحطوه في المبيت من القرب كيلومتر و 200 متر معناه ما عادش يصلوا حتى في الحرم ما عادش يقدروا يمشوا في الحرم ولا يصلوا حتى في الدار وفي الحرم هذه ما يراعوها ثم زاد امتياز في الدرس ثم ناس معناها يقدموهم بدون ذكرى شيء قدموهم الناس من أهل الجنوب يحطوهم التالي هذا الموجود ثم من زيت البقايا متاع العهد القديم من زيت وهي من زيت أنا استنى فيها هذه بصراحة بارك الله تقريبا ب 20 دقيقة أكدنا على أن الحج راهو